أداء هذا الشوط بالانطلاق الجميل، وياتي سالم. سالم بن غافل بن مشمل الجحافي الذي ينطلق بالمركز الأول القادم من السلطنة على مقدمة هذا الشوط، بينما تليها في المركز الثاني تتواجد ريمة على ثاني المراكز، وياتي حمد بن علي بن محمد النعيمي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث أشوف الوصول من ثالث المراكز، وهذه الشاهينية محمد بن سالم بن أحمد العب الحوت العامري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشاهدين الأعزاء هناك التواجد شود سعيد بن حمد بن علي العويسي تاتي في المركز الرابع. المركز الخامس تواجد في خامس المراكز مشاهدينا متابعين الكرام في هذا الوصول وهذا الاندفاع، هناك تواجدت ريمة حمد بن علي بن محمد النعيمي. هذه الخمس المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، وخلف الخمس خلف دائرة الأرقام المذاعة ياما وياما من أسماء وشعارات جميلة ورائعة. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الانطلاق الأول مرة ثانية، توزيع من قادة مسار هذا الشوط، توزيع وهي تندفع وتقود ركب المقدمة على المركز الأول. هذه توزيع، وياتي سالم بن غافل بن مشمل الجحافي الذي ينطلق في هذه اللحظات على المركز الأول، بينما تأتي في المركز الثاني أو تندفع على المركز الثاني. هناك التواصل وهناك الأداء الجميل من المسك انطلقت على ثاني المراكز. ياتي محمد بن حمد بن طرشوم العامري الذي يقدم المسك مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما هناك المركز الثالث ننطلق مع ثالث المراكز وبن القشوده وسعيد بن حمد بن علي العويسي الذي ينطلق مع شوده في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، بينما الدخول في هذه اللحظات والتواجد من قبل وصلت جمرية مشاهدينا الأعزاء وسالم بسعيد بن مبارك الزرعي على المركز الرابع. أما المركز الخامس، خامس المراكز تتواجد فيه خلود يا سلام وعبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. هذه الخمس المراكز الأولى في اللقاية الأصايل في الشوط التاسع عشر في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات. يا سلام، رغبة الفوز ونامو باينة من الجميع، والسيارة والنقطة في هذا المهرجان لا تقدر بأثمان. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الانطلاق الأول، ريمة على رأس حربة هذا الشوط وهي تتصدر المجموعة وتقود المشاركات هناك اللي تتقدمهن. أشوف مشاهدين الأعزاء وتتقدمهن المسك محمد بن حمد بن طرشوم العامري على مقدمة هذا الشوط وهي سيطر، ولكن شوف الدخول وشوف التحرك مشاهدي الأعزاء من جمرية سالم بسعيد بن مبارك الزرعي على المركز الثاني في هذا التواصل وهذا الاندفاع، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات وتقدمت يا سلام خلود عبد الله بن أحمد بن علي بالشيبه السبوسي الذي انطلق مع هذا الاندفاع، بينما هناك الوصول والتحرك. وصلت فتنة محمد بن عبد الله بن احمد بن زعل الفلاسي، وصل بن زعل، يلا روح مع الألف ومئتين ومع هذا الانطلاق. ولكن شوف الانفراد بالمركز الاول وشوف الرقص على المقدمة. قمرية على المركز الاول، سالم بسعيد بن مبارك الزرعي، اشكر يا الزرعي، الله يا الزرعي الله، على المقدمة بانفراد بدون منافس بدون اوامر تسيطر على مقدمة الشوط. والسلامات لأهالي السلطنة، السلامات هناك في المنطقة الشرقية في جعلان ولأهالي السلطنة. أشكرك يا الزرعي، الله 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 الله، على المركز الأول سالم بسعيد بن مبارك الزرعي وأهالي الكامل هناك مع هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني نشوف المركز الثاني، هذه جواهر مبارك بن راشد
بن قشيم الشامسي، ولكن هناك الانطلاق، هناك الاندفاع. يا سلام يا سلام، ولكن اعود مع المقدمه، اعود مع المركز الاول، اعود مع الزرعي، واعود مع قمريه. قمريه سالم بسعيد بن مبارك الزرعي، تستاهل يا سالم، تسلم يمينك يا سالم على هذه الانطلاقات وعلى هذه الاندفاعات. وتقدم قمريه هذا الاداء الجميل كعوايدها وانجازاتها كتحدياتها الجميله، تنتزع السياره هنا في هذا المهرجان الغالي في الشحانيه، تحمل سلامات السلامات لاهالي السلطنه هناك في هذه الانطلاقات. مشكور يا سالم، مشكور، تهانينا سالم بسعيد بن مبارك الزرعي على هذا الفوز وعلى انتزاع الناموس الميت متر الاخيره. ولكن هنا انطلقت جواهر مبارك بن راشد بن شيف، ولكن خلاص تهانينا يا الزرعي على الفوز بالمركز الاول. بينما المركز الثاني وصلت في المركز الثاني، المركز الثاني وصلت في جواهر لمبارك بن راشد بن شيب بن مبارك الشامسي، بينما المركز الثالث، المركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز مثير سهيل بن عبد الله بن سهيل العميمي، والمركز الرابع وصول المركز الرابع مشاهدي الاعزاء وصلت هذه لمسة لمحمد بن معيوف بن كدش العامري، والمركز الخامس الوصول في المركز الخامس هذه مخيفة العوض بن عتيج بن محمد بن زيتون الميري. هذه الخمس المراكز، ونعود مشاهدي الاعزاء بالتوقيت الزمني وجمرية قمرية الذي حققت هذا الفوز وهذا الناموس. سالم بسعيد بن مبارك الزرعي تهانينا، وتوقيتها الزمني 7:40 91 جزء من الثانية، تهانينا يا الزرعي وتستاهل الفوز والناموس. بينما وصلت في المركز الثاني اللي هي جواهر، هذه جواهر في المركز الثاني توقيتها الزمني 7:42 74 جزء من الثانية، تهانينا لمالك جواهر مبارك بن راشد بن شيم الشامسي المركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز. هذه مثيرة لسهيل بن عبد الله بن سهيل بن حارب العميمي، قطعت المسافة في 7 دقائق. بنشوف توقيتها الزمني و43 ثانية و28 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للفائزين بالمراكز الأولى.